الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء، على الطريق الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن المحافظة على الأرواح من الضروريات، ولهذا كان الخوف على النفس من أسباب الترخيص في الشريعة، فتباح المحظورات للمضطر إليها بحيث يخاف الهلاك إن لم يتعاطها، ويرخص في ترك العبادات لمن خاف الهلاك بفعلها. ومعلوم أن موسم الحج قد اقترب، وما زال العالم تحت وطأة جائحة كورونا، وقد توصلت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بعد دراسات دقيقة إلى أن الواجب إقامة موسم الحج بعدد محدود لمن هم داخل المملكة، وبهذا قامت بمسؤوليتها على أكمل وجه وأحسنه. فإن هذا العدد المحدود يتأدى به فرض الكفاية، وهو إقامة موسم الحج، كما أن في التحديد تطبيق واجب آخر، وهو منع انتشار الفيروس بين الحجاج. فإن سرعة انتشار هذا الفيروس كما لا يخفى، ولا سبيل لمحاصرته إلا بمثل هذه القرارات بعد توفيق الله جل وعلا. جزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، وجزى كل مسؤول أضنى نفسه وأسهر ليله لأجل مصلحة البلاد والعباد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، وذلك بإقامة ذلك الموسم بعدد محدود في هذه الظروف، قرار صائب، والمرجع في مثله إلى أهل الخبرة الشرعية والصحية والتنظيمية، وقد اتفقوا على اتخاذه، حيث أكد أهل الاختصاص أنه اللازم وهو فقه المرحلة، وتم اتخاذه بتنسيق بين الجهات المختصة، وعلى المجتمع الاستماع إلى أقوالهم
والتقيد بآرائهم، فهذه نازلة من النوازل لا مجال فيها لرأي أحد من غير ذوي الاختصاصات المتعلقة بالموضوع، وإذا تكلم فيها غيرهم أوشك أن يقع في القول على الله بغير علم، وذلك من أعظم الآثام وأشنع الأوزار. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اجعلنا وإياهم آمرين بالمعروف مطبقين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك ولتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم واقض الدين عن المدينين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واجمع لنا اللهم بين سعادتي الأولى والأخرى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الوباء والربا والزنا والغلا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفعها عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.